نفى الكولومبي خاميس رودريغيز أن يكون قد أساء لناديه السابق ريال مدريد، وقال خاميس في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن كل ما قيل على لسانه غير صحيح، مضيفا أنه يحترم ريال مدريد، وطلب صنع الألعاب الكولومبي الإعلام بأن يتركه وشأنه، خاصة أنه ترك إسبانيا وريال مدريد حاليا وانتقل إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين. أصدر سوسو لاعب نادي ميلان بيان نفى فيه الأنباء التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن النادي، ونشر النادي الإيطالي بيان اللاعب مشيرا إلى أنه حاول توضيح الصورة بعد الشائعات التي راجت حول مستقبله. وذكر الجناح الإسباني في البيان أن تغييره لوكيل أعماله لا علاقة له بتاتا بقراره بشأن مستقبله الكروي أو رغبته في الرحيل عن ميلان، مضيفا أنه قرار شخصي لن يؤثر على وضعه في الفريق. وأكد سوسو سعادته باللعب الميلان واصفا إياه بأنه أحد أكبر الأندية في العالم. لدى تقديمه رسميا لوسائل الإعلام أكد نوليتو أنه سعيد جدا بقرار الالتحاق بنادي إشبيليا، معتبرا ذلك خطوة مهمة في حياته. لا أعتقد أنها خطوة إلى الوراء في حياتي المهنية. أرى أن إشبيليا أحد أكبر الأندية في إسبانيا كما في أوروبا. لقد كان قريبا أعتقد من مربع الكبار أمام مانشستر سيتي فحقق المركز الثالث. كنت أتوق للعودة إلى إسبانيا وأتيحت لي الفرصة للانضمام إلى إشبيليا. أنا سعيد بقراري ولست نادما عليه. إلى كأس الأبطال الدولية جولة أمريكا الشمالية، حيث حقق روما الإيطالي فوزا مثيرا على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثلاثة أهداف لاثنين. المهاجم الأرجنتيني دييغو بيروتي افتتح التسجيل للفريق الإيطالي عند الدقيقة 13 من نقطة الجزاء، وفي الدقيقة 70 أضاف المهاجم التركي جينكيس أوندار ثاني أهداف فريق الذئاب، وبعد حوالي ربع ساعة قلص لاعب الوسط هاري وينكس النتيجة لمصلحة توتنهام، وفي الدقيقة 90 عدل المهاجم الهولندي فينسنت يانسن النتيجة للفريق الإنجليزي قبل أن يفاجئ المهاجم مارسيلو تومينيلو دفاع توتنهام ويسجل هدف الفوز القاتل في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع. نبقى مع كأس الأبطال، حيث واصل نادي برشلونة تدريباته في لاندوفر بولاية ميريلاند استعدادا لمباراة ضد مانشستر يونايتد، وتوجهت الأنظار خلال الميراني إلى النجم البرازيلي نيمار. مباراة مانشستر يونايتد هي الثانية لبرشلونة في برنامجه بالولايات المتحدة، بينما هي الثالثة للفريق الإنجليزي. وقد واصل برشلونة استعداده للمباراة التي سيواجه بعدها غريمه ريال مدريد ضمن نفس البطولة، وقد تركز كل الاهتمام في الميرانية على نيمار وسط أنباء متضاربة بشأن انتقاله إلى باريس سان جيرمان. وقد أصر زميله في برشلونة خافيير ماتشيرانو وجيرارد بيكي في مؤتمر صحفي الذي عقده الفريق على أنهما لا يعلمان شيئا عن القرار الذي اتخذه اللاعب. على الجانب الآخر، قال جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن الفرصة مناسبة الآن لمقابلة النادي الكتالوني، بما أن الفريقين لن يلتقيا في دور المجموعات بدور أبطال أوروبا، فيما أكد النجم الفرنسي بول بوغبان اللاعب ضد برشلونة سيشكل تحضير الأمثلة للقاء السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد. أعلم أننا لن نتمكن من اللعب مع برشلونة في دوري الأبطال لأننا في المستوى ذاته خلال سحب القرعة، لذلك من غير الممكن مواجهتهم في دور المجموعات، لذا سيكون من الأفضل لنا أن نلعب أمامهم الآن ونشعر بأننا نواجه أفضل الفرق وأقوى اللاعبين. الجميع يعرف أن برشلونة من أكبر أندية العالم مع أفضل اللاعبين، ما يعني أن اللعب ضدهم سيكون اختبارا جيدا. كما قلت سابقا، عليك أن تهزم الأفضل لتصبح الأفضل. اللعب ضد برشلونة سيكون جيدا من أجل التحضير لكأس السوبر. أجرى نادي مانشستر سيتي حصة تدريبية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تحضيرا لمواجهة ريال مدريد ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية. وواصل مدرب مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا العمل على وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، ويحاول المدرب الإسباني استغلال فرصة المشاركة في كأس الأبطال الدولية للوقوف على مستوى الفريق ومستوى التحضير للموسم الكروي الجديد.
كما ذكرت سابقا نحن في مرحلة الاستعداد للموسم الجديد. لدينا لاعبون جدد ولكن لم يلعبوا بعد مع الفريق. هناك بعض اللاعبين لن يستطيع المشاركة أمام ريال مدريد لأننا سنواجه حامل لقب دوري الأبطال. من الجيد أن نواجههم ونعرف المستوى الذي وصلنا إليه. بالطبع أن تلعب أمام فريق كبير سيكون اختبارا جيدا لمستوانا. لم أكن أتوقع قبل سنوات أن يصل سعر اللاعبين لما فوق 100 مليون يورو، والآن هذا ما يحدث وسيحدث كثيرا في المستقبل. بالطبع أود أن أدفع أقل من أجل مصلحة النادي ولمصلحة الجميع، ولكن سوق الانتقالات هي السوق التي تتحكم في الأسعار. هذا ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة يوفنتوس. قبل الميران الأخير عقد المدرب أوناي إمري وأديسون كافاني مؤتمرا صحفيا حضره عدد كبير من الصحفيين، وكان معظمهم لاستفسار بشكل خاص عن التعاقدات السابقة والمستقبلية للفريق الباريسي في الميركاتو الصيفي. مراسلنا محمد مختاري والمزيد من التفاصيل. وصل أوناي إمري مدرب البي اس جي ونجم الفريق إديسون كافاني إلى ندوة الصحفية التي أقيمت قبل يوم من المباراة التي ستجمعهم باليوفنتوس في ملعب الهارد روك في ميامي. جاءوا وهم يعرفون مسبقا ومستعدون للإجابة عن أسئلة الصحفيين الحاضرين، والتي كانت في معظمها عن البرازيلي نيمار وما صحة خبر انتقاله إلى النادي الباريسي. هناك ضجه كبيره عن انضمام نيمار لفريقنا. هو لاعب جيد ونحن نرحب بكل لاعب، لكن ما يهمنا هو فقط التركيز على تحضيرات الموسم. كل ما يشغل بالنا حاليا هو الاستعداد الجيد للمباراه القادمه في كاس السوبر الفرنسيه، وكيف نجد الحلول للفوز بها امام موناكو. هذه هي مهمتنا. بعد الندوة الصحفية أجرى رفاق كافاني آخر مرار في آخر يوم قبل المباراة الأخيرة لهم في معسكرهم التدريبي في أمريكا. المباراة ستكون أمام رفاق إيغوين، ومن المتوقع أن يظهر فيها البي اس جي بوجه مختلف عما ظهر عليه في المواجهة السابقة ضد توتنهام. نعرف أن المباراة أمام يوفنتوس اختبار للبي اس جي، لكن في الأخير هي مباراة ودية، والأهم فيها هو أن يلعب الفريق بلياقة بدنية جيدة. فريق البرونكونيري الذين هم الآخرون أنهوا معسكرهم في نيويورك سيلعبون مباراة بجميع لاعبيهم بمن فيهم إيغوين وديبالا، بعد الأخبار الكثيرة التي راجت في الأيام الأخيرة عن احتمال انتقالهما من بيت السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي. مباراة باريس سان جيرمان واليوفنتوس هي آخر مواجهة تحضيرية في أمريكا لأول اختبار للفريق الباريسي الذي سيكون يوم السبت القادم في كأس السوبر الفرنسية أمام الغريم موناكو في طنجة المغربية. محمد مختاري، بي إي سبورتس، من أمام ملعب هارد روك ميامي فلوريدا. وفي مقابلة مع قناة بي إن سبورتس أكد البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان أن فريقه سيظهر بصورة أفضل في ثاني مواسم المدرب الإسباني أوناي إمري، مشيدا بنادي موناكو الذي يستعد النادي الباريسي لمواجهته في كأس السوبر الفرنسية بمدينة طنجة المغربية. إنه أمر طبيعي، في مستهل مشوارنا مع بلان كذلك عانينا من بعض الصعوبات. إنه أمر يتعلق بالتأقلم في العام الماضي. الآن نعرف جيدا كيف نلعب مع إمري، نعرف بعضنا البعض جيدا بعد عام من العمل، لكننا اصطدمنا أيضا في العام الماضي بمنافسين أقوياء مثل موناكو، حيث حققنا الكثير من النقاط إلا أنها لم تكن كافية. إنه فريق يعجبني كثيرا خاصة في الموسم الماضي، يملك الكثير من اللاعبين المهرة في الهجوم وكذلك في الدفاع، لكننا نملك أيضا فريقا قويا، وقدمنا أمامهم مباراة قوية في نهائي كأس الرابطة الفرنسية. علينا مواصلة الاستعداد والتدرب بقوة لهذه المباراة، ونحن هنا من أجل التحضير لكأس السوبر وللموسم ككل. أجرى إنتر ميلانو الإيطالي حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة بايرن ميونخ ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية جولة آسيا في سنغافورة. المدرب الجديد لوتشانو سباليتي الذي يطمح لرفع مستوى أداء الفريق الذي خيب آمال الجماهير أكد أن الباب ليس موصدا في وجه انتقال إيفان بيريسيتش وأنطونيو كاندريفا، ويبدو أن مهمة سباليتي الأولية هي الاحتفاظ بالقائمة الأساسية والاستغناء عن البقية. هذا وأكد لوتشانو سباليتي مدرب الفريق أن ما يفكر فيه الآن هو
تقييم مستوى اللاعبين من أجل بناء فريق قوي، وأنه مقبل على قرارات مهمة مثل تسريح بعض اللاعبين وجلب آخرين. حسنا، مثل ما قلت من قبل، أود أن أقيم اللاعبين في الوقت الراهن وبناء فريق قوي، ومن ثم على هذا الأساس سوف أقرر من سيغادر ومن سيأتي. بعض القرارات ستكون على حساب لاعبين محددين وهي ضرورية، ولكن في هذه اللحظة سيكون من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لأنني لا أستطيع الآن الجواب عن من سيأتي ومن سيغادر. أنا الآن مدرب لإنترناسيونال، وهو ناد كبير، وبناء فريق قوي جزء من الصفقة، وهذا ما أحب أن أتعامل به. يواجه المنتخب الأرجنتيني تحديا كبيرا في التأهل لكأس العالم العام المقبل، خاصة بعد التذبذب في أدائه في تصفية أمريكا الجنوبية، وهذا ما يضع مدرب المنتخب الجديد خورخي سامباولي تحت الضغط في الجولات القليلة المتبقية. مراسلنا إبراهيم خضر والتفاصيل في سياق التقرير التالي. محوران رئيسيان اتخذ أول مؤتمر صحفي لمدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي منذ تعيينه في يونيو الماضي. المحور الأول والأهم بالنسبة لسامباولي والبلاد بأسرها ضمان التأهل المباشر للمونديال العام القادم، حيث لم يتبقى سوى 4 جولات في التصفيات المؤهلة لروسيا. كل واحدة من المباريات 4 القادمة ستكون حاسمة، وسيترتب على نتيجة كل منها كيفية وضع استراتيجية للمباراة التالية. ندرك جيدا أننا خارج المونديال حاليا، وهذا أمر مخيب لأمال كل الأرجنتينيين الذين ينتظرون بتلهف المونديال كل 4 سنوات. أمامنا القليل من الوقت كي نحقق هدف الجميع. أما المحور الثاني ركز على قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم في الأشهر القادمة. بعد أيام سيقوم الجهاز الفني بجولة أوروبية للحديث مع عدد من اللاعبين للتعرف عن قرب على أوضاعهم مع أنديتهم. سامباولي استغل عدسات الكاميرات ليرسل برسالة أو ربما بتحذير للجميع قبيل سفره إلى القارة العجوز. اللاعب الأساسي الوحيد اليوم هو ليونيل ميسي. بقية اللاعبين سيخضعون للتقييم والمقارنة فيما بينهم. ليس هنالك أسماء لديها أفضلية على الأخرى. علينا بناء فريق يستغل مواهب أفضل لاعب في العالم. من هنا يولد المنتخب. حاليا يحتل الأرجنتين المركز 5 في جدول الترتيب، أي خارج منطقة التأهل المباشر للمونديال، لكن فارق النقاط قليل جدا كي يمنح راحة البال لمنتخبات أمريكا الجنوبية عدا البرازيل التي ضمنت مقعدها في مونديال روسيا 2018. سامباولي استلم زمام الأمور مع المنتخب الوطني قبل شهرين، لكن الامتحان الأول والحقيقي سيكون أمام الأوروغواي. كلا الفريقين بحاجة للفوز في مشوارهما نحو التأهل للمونديال العام القادم. إبراهيم خضر، بين سبورتس، بوينوس آيرس. اتفقت حكومة الأرجنتين والأوروغواي على التقدم بمشروع مشترك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يتضمن تنظيمهما معا لبطولة كأس العالم 2030. وقال الأمين العام للرياضة في الحكومة الأرجنتينية كارلوس ماكليستر في تصريحات لصحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أنهم اتخذوا قرارا نهائيا بعرض هذا المشروع على الفيفا. تصريحات جاءت بعد اجتماع في مقر الحكومة الأرجنتينية شارك فيه مسؤولون من الأوروغواي، ومن المنتظر أن يتم التصديق بشكل نهائي على هذا المقترح في 31 من آب أغسطس المقبل. هذا يتمنى الأوروغواي والأرجنتين أن تنظم معا مونديال 2030 في إطار الذكرى المئوية لأول بطولة لكأس العالم التي أقيمت في أوروغواي عام 1930. قام المدرب المخضرم فاتح تريم بفكر ارتباطه مع المنتخب التركي لكرة القدم، وذلك بعد 2 فقط من اتهامه بالاعتداء على ملك أحد المطاعم. وكشف الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان أن الطرفين قررا فك الارتباط نتيجة لبعض المسائل غير المرتبطة بكرة القدم. وأظهرت لقطات فيديو تم نشرها في الشهر الحالي قيام المدرب البالغ 63 عاما بمهاجمة مالك أحد المطاعم بالمركز السياحي ببلدة ألاتشاتي الواقعة غرب تركيا برفقة صهريه واثنين من حراسه الشخصيين. هذا وأرجعت تقارير إخبارية سبب المشاجرة إلى التنافس التجاري، حيث يمتلك صهر تريم مطعما مجاورا.